يا ترى مين المنتخب اللي هيكسب كأس العالم 2022؟ دي لعبتنا اللي احنا بندور فيها على الفريق اللي هيكون عنده الوصفة السحرية في كأس العالم، الوصفة اللي بتصنع البطل، الوصفة اللي فيها القلب بتاع نجولو كانتي، القلب بتاع توني كروس، القلب بتاع سيرخيو راموس، السحر بتاع دييجو مارادونا، روماريو، زين الدين زيدان، ريفالدو وباقي الكتيبة، والذكاء اللي بيكون عند تشافي، عند إنيستا، عند بيرلو، عند لوثر ماتيوس. مين بطل العالم؟ ده اللي هنتفرج عليه في كأس العالم، واللي هنحاول نتوقعه مع أحد أهم نجوم الكرة المصرية، الرجل الذي يجمع بين القوة والسحر والذكاء، كابتن أيمن يونس. مساء الفل. أحمد عز، إزيك؟ عامل إيه؟ أخبار حضرتك؟ سعيد إيه؟ إن أنا معاك، وبرنامج ممتع، وأعتقد يعني كل ضيوفك أجمعوا على حاجات كتير قوي. أنا رغم إن الكرة مليانة مفاجآت، طبعا محدش اتكلم بالمفاجآت، كله اتكلم بالواقع الملموس المحسوس الطبيعي. متفق مع حضرتك، نتمنى تكون حلقة جميلة مع بعض إن شاء الله. أكيد، لأن زي ما قلت لحضرتك طبعا قصة كابتن أيمن يونس فيها من القوة اللي خلتك تلعب نهائي وتسجل جونين في النهائي برغم الإصابة اللي عندك، فيها من المتعة الجول اللي جبته في كابتن أحمد شوبير، واحد من أكتر الأجوان الحلوة اللي شفتها. لا، جايب أحلى منه بكتير. ماشي، بس ده أكتر واحد يعني ارتبطت. لا يعني ماشي، ده جايز عشان أنت ارتبطت. والذكاء اللي خلى حضرتك تلعب في كل مراكز الملعب بما فيهم الجول كيبر في ماتش الترسانة لمدة شوط كامل. مظبوط. فيعني دي حاجة تساعدني، ده أنا نجم الكرة المصرية. بشكرك بشكرك. عايز أسأل حضرتك الأول قبل ما نبتدي لعبتنا كده، أكتر ثلاثة لعيبة أنت ارتبطت بيهم بقى في كرة القدم. ثلاثة، حمد عبد اللطيف، هشام يكن واحد. ماشي، زميل حياة، عمر وقريبي وكل حاجة. حمد عبد اللطيف أحرف لعيب كرة جه في تاريخ كرة القدم المصرية، وحظ وحش في المدربين. بالذات عملية التقدير الفني ليه ما كانتش مرتبطة. اللعيب كان ساحر فعلا، محدش قدر يستغله أو يوظفه، لكن كان أحسن لعيب جه أعتقد شفته في حياتي، وده صديق عمري حمد عبد اللطيف. وعندي بقى، انت بتغلبني ليه، هقدر اقول اشرف قاسم، اسماعيل يوسف، احمد رمزي، كل دول يعني بتاع. طيب، انا فرقتي كلها اصحابي، حتى بيهم عندي على طول بنتجمع، يعني ماتشات كاس العالم مظبطين التجمعات، يعني طارق يحيى امتى، محمد حلمي وجمال كله، ناصر ابراهيم كله، على طول بيتكلم بنتجمع امتى ازاي. كان جيل عظيم. وبتكلم بقى كمان على اللعيبه العالميين. اللعيبة العالميين أكتر ثلاثة حبيتهم في الكرة العالمية. لا، هو العالم كله ارتبط بثلاثة. أيا كان كل الأسماء المبدعة اللي ربطت جماليات كرة القدم، ودول كلهم أحفاد بيليه صنع جمال كرة القدم. طبعا، فابتدى يخرج لك كل لعبة بإخراج جمالي مبهر ممتع، حبب الناس في الكرة، حبب الناس في البرازيل، حبب الناس في جماليات بيليه، فبقى واحد من أعظم اللعبة. لكن الناس افتكرت ان هو ده الطريق، لكن دخل واحد ملموس لمسة تانية من فوق، ده تلمس، مارادونا صانع الخيال. بيليه صانع الجمال، مارادونا صانع الخيال، صانع خيال كرة القدم، عمل المستحيلات موجودة، عمل كل انواع الخيال الكروي اللي ممكن اي لعيب يشوف ان هو فوق درجات الاعجاز موجودة. لعيب بيخليك تضحك وانت بتتفرج عليه، بتصوت وبتطلع تجري. انا كنا في 86 نقعد نجري في البيت من بعد جوانه، في يعني لعيب فز من الافزاز. جه الخلطه السحريه بقى اللي فضل مستمر بالجمال والسحر والابداع وخيال مارادونا، خد من جيناته، خد هو حفيد من احفاده ميسي. الثلاثه دول اركان كره القدم في تاريخها كلها. جه حواليهم بقى رونالدينهو، جه حواليهم بقى كرويف، جه حواليهم قول اسماء وقول زي ما تقول، جه جارينشيا، لا احنا بنجيب من الاخر بقى للاول وامشي، جيب بقى زي ما تقول اسماء، لكن كلهم حوالين الخلطه دي. لكن اللي وقفوا على القمم بتاعت لعبة كرة القدم الثلاثة دول بلا منازع. أي حد هتقول لي يا نهار أبيض كريستيانو رونالدو، أقول لك كريستيانو رونالدو صناعة، صناعة إنسانية، لكن الثلاثة دول لمسات إلهية. متفق حاجة كده من فوق تماماً. الله. طيب، خلينا نبتدي لعبتنا. احنا هنختار الأول، احنا قبل ما نقول لعبتنا، كأس العالم مليان دايماً قصص طبعاً، واحنا بنستنى قصصه، أصل ماتشاته حواديت، مش ماتش كورة. 90 دقيقة حدوتة فيها المأساوية، في يخرج تتفرج في 94 على كولومبيا وامريكا وسكوبيرا، يدخل جون في نفسه ويروح بعدها ب 14 16 يوم يتقتل، مأساة. كرة القدم مجتمع جميل راقي 90 جميل 90 تحصل قصة دييجو مارادونا رهيبة. لا انا هجيلك دي المأساوية، لكن عندك قصص ثانية
مليانه بقى كوميديا جارينشيا، ولا انا ولا انت حضرناه، لكن قريت قصصه. جارينشيا ده كان الوينج بتاع بيليه، كان اعظم جناح في العالم في التاريخ. كان بيقول لك وهو بيجري بيرقص اي حد من كتر ليه، كان عنده رجل اقصر من رجل. اوبا، فكانت رجليه القصيره دي كانها بتعمل فنت. الله، في الفنت ده بيوقع اي باك. ففضل جارينشيا ده قاتل. في جم قبل كاس العالم قال لك العرجه بتاعته ساعات الناس بقت شايفاها، هنعمل له جزمه ونظبط له الاستادز بحيث نعوض له الاثنين سنتي التلاتة سنتي. فوقف كده بقى مظبوط، بقى سعيد، نزل الملعب اسوأ لعيب في الملعب، رجع جاب جزمته التانية اللي هي رجليه عشان تبقى على عدلته. دي الكوميديا. اعتقد ما شفتش قرعة في حياتي زي بتاعة 82 اللي اتحط في مجموعة ايطاليا البرازيل الارجنتين في مجموعة واحدة عشان واحد يطلع منهم. يعني لو جبت سبيلبرج ملك الإخراج الدراماتيكي المفزع في العالم وخلطته بجيمس كاميرون صانع الخيال اللي في العالم كلهم وقلت لهم اعملوا مجموعة تخلي الناس 90 دقيقة ما تتنفس، عملوا لك 90 دقيقة ما تتنفس في كل مباراة. وشفنا في المجموعة دي باولو روسي واللي عمله في الأرجنتين والأرجنتين، وكان معجزة. كانت مجموعة يعز. وفي ناس أنا كنت بقعد أتفرج بعصابي كانوا بيترعشوا من كتر توتر الاعصاب من المجاميع الفزه اللي حصلت. كل المجاميع دلوقتي بعد ما كترت الفرق دايما بتلاقي في ضعيف وفرق متوسط، لكن صدام دراماتيكي مرعب. بتالي حضرتك ضد فكره كل سنتين؟ لا، كل سنتين لا طبعا. وزياده العدد على قد ما هو هيدخل دول جديده صحيح، زياده العدد بس برضه هتقلل من المتعه صح؟ كل ده تقليل للمتعه، لكن عمليه ان العالم يتشارك. ما انت الفكره كلها دلوقتي ازاي العالم يتشارك. مظبوط. انت النهارده بتتشارك في مؤتمر المناخ، احنا الكره الارضيه كلنا بني ادمين، سيبك من حدودك 100%. سيبك من مصر وليبيا وامريكا وروسيا والحدود، لكن كلنا في الاخر بني ادمين. في صناعه الفكر الموحد وكاس العالم داخل ليه بعد انساني ان العالم كله يلعب كوره ويعيش كوره. انت هتعيش شهر كوره، ده انت محضر ايامك هتتفرج على مين وتعمل مع مين. تظل كاس العالم مارادونا بالنسبه لي هو الحدث الاهم. كارس العالم في 86 لما رقص فرقة انجلترا كلها. أنا هسأل حضرتك في كل التواريخ الخاصة بكأس العالم مع المنتخبات الأفريقية والعربية واللاتينية في سكتنا، بس تعال نبتدي الرحلة. تعال تعال. عندنا المجموعة الأولى فيها قطر، الإكوادور، والمنتخب السنغالي والمنتخب الهولندي. هترتبهم لي أول وتاني؟ ما هو طبعا بحكم التاريخ المجموعة دي هولندا طبعا، واكيد كله بيتكلم على هولندا. انا المفروض ابص هنا زي ما يجي، وهنا عاملين لي الشاشه صغيره قوي محتاجه نظاره معظمه يعني دلوقتي. فطبعا هولندا طبعا الاقرب. الاحلام ما بين كولومبيا والسنغال وقطر، خلي بالك احلام مقبوله للجميع. انا خلينا نتفق على حاجه، ترتيب المباريات يفرق في ترتيب المجموعه. حلو. قطر هتقابل الاكوادور في اول المباراه. قطر لو كسبت الاكوادور هتعلى حظوظها. متخيل بقى حضرتك في اول ديربي ليك سجلت، فالماتشات الكبيره احيانا بيبقى ليها ناسها، فتفتكر التحضير اللي عمله المنتخب القطري يخلي بان هم راحوا لعبوا في امريكا الجنوبيه وامريكا الشماليه ما شفتش. انا اتفرجت عليهم، التطور بتاعهم، الامكانيات اللي عندهم مميزه، فيهم 6 لعيبه مصريين طبعا، وهم بلد جنست لعيبه كتير قوي. خلينا نتكلم ان المباراه دي الاولى هي العنوان للمجموعه دي، لان قطر لو كسبت الاكوادور هيبقى عندها 3 نقط، هتعرف تتعادل مع السنغال، هتعرف تتعادل او تتغلب من هولندا، هتعرف تلاقي طريق. لكن لو هي تعادلت مع الاكوادور الفرقتين دول خرجوا، السنغال هتاكلهم وتساعد، هيطلع في المجموعه دي هولندا والسنغال. ترتيب الماتشات في صالح قطر. اوكي، ترتيب الماتشات في صالح قطر انها تطلع تاني مع هولندا، لكن لازم تكسب الاكوادور في الماتش ده هيديك ترتيب المجموعه. وحضرتك متخيل ايه يعني عشان نختار اول وتاني؟ احنا اخترنا اول هولندا. فهنلعب بقى الرهان. ما هو الرهان انا متخيل مش الاكوادور، انا متخيل السنغال. السنغال هتعرف تتعادل مع هولندا، عندهم لعيبه كتير وهتعرف تكسب الاكوادور، وممكن هتعرف تكسب قطر. فالسنغال هتبقى فرقه عنيفه في المجموعه دي. تقول لي غياب ماني، هقول لك غياب ماني مهم قوي ومؤثر جدا، لكن الفريق التيم ورك الفكر الجماعي بتاع السنغال مرعب لاي فريق، واللعيبه كلها عندها ثقه متكامله، كلهم بيلعبوا في دوريات اوروبيه. مظبوط. فانا اعتقد درجات أدائهم وتركيزهم وفكرة
ان هم عندهم فكرة تحطيم رقم افريقي سابق ان هم يوصلوا لدور ابعد من دور الثمانية اللي وصلوا قبل كده الكاميرون ووصلوا قبل كده نيجيريا، اعتقد هيبقى حلم كبير قوي لفريق السنغال اللي يقدر يحققه. متفق مع حضرتك جدا. المجموعة التانية فيها انجلترا، فيها كارلوس كيروش، فيها الولايات المتحدة الأمريكية، وفيها المنتخب الويلزي. أمريكا بتلعب كرة هجومية جدا، تستعد لكأس العالم واستضافته في النسخة المقبلة، والمنتخب الويلزي بيلعب كرة دفاعية جدا بتعتمد على السرعات في الهجمات المرتدة. ترسم المجموعة دي ازاي من وجهة نظر حضرتك؟ مجموعة مليانة فخاخ، أفخاخ غير عادية. المنتخب الإنجليزي رغم أنه بيضم كمان مجموعة كبيرة مميزة، لكن ما تضمنهمش للأسف، مفيش ضمان مع المنتخب الإنجليزي أبدا. هم عندهم اكتمال في المراكز، لكن ساعات بيطلعوا نشاز كروي غريب جدا. متفق مع حضرتك. فحاجة مجموعة مرعبة، اللي يقدر يقول المجموعة ده ويطلع فيها ده بطل، أنا لازم أديك مع جايزة. يعني أنت فاهم، لكن إحنا لازم نتفق إن إحنا الطبيعي هنقول إنجلترا. ماشي. اللي ممكن تتعادل الثلاث ماتشات. آه. وتطلع بالعافية. وتقدر تقول معاها كل الناس فكرت في في المنتخب الامريكي. اوكي، عندنا امريكا ويلز وايران. وايران انا اعتقد كيروش ما ينكش في المجموعات دي. كيروش شوكه المجموعه دي. شوكه بس ما يصعدش، صح؟ يعني هيعمل ماتش هيبوخ عليهم. هو ترتيب المباريات. هقول لحضرتك حالا ترتيب المباريات. انجلترا هتبتدي مع ايران، وبعد كده امريكا، وبعدين ويلز. المنتخب الإيراني هيبتدي بإنجلترا وويلز وأمريكا، والمنتخب الأمريكي هيبتدي بويلز. فأمريكا وويلز إنجلترا وأمريكا، صح؟ الترتيب الماتشات يساعد إنجلترا وأمريكا، صح كده. يبقى إنجلترا أول والولايات المتحدة تاني. أنا بقيسها من ترتيب الماتشات، خلي بالك ممكن تبقى في فرق قوية، لكن الصدام الأولاني بتاعه ممكن يأذيهم. طبعًا يضيع وقت. وأول ثلاث نقط، أصل خلي بالك الفكر برضو بتاع كأس العالم فكر تجميع نقاط، صح؟ في الأدوار، الماتشات كلها في الادوار اللي بعد كده. مظبوط. في الادوار دي بالذات تجمع نقط وتطلع للي بعد كده، بعد كده بتبقى معركه. متفق مع حضرتك. الارجنتين، السعوديه، المكسيك، وبولندا. وخليني هنا اسالك على الاكتر اللعيبه العرب اللي انت حبيتهم، بما اننا جبنا سيره المنتخب السعودي، وبعدين ناخد الترتيب بتاعك للمجموعه. الارجنتين، السعوديه، المكسيك، بولندا، مجموعه ناريه. المكسيك متعوده على كاس العالم والتالق، بولندا مع ليفاندوفسكي كمان متعوده، عندها 8 لعيبه مميزين جدا. بولندا عايشه بشيخوخه ليفاندوفسكي. مظبوط. وشيخوخه ليفاندوفسكي اللي هو حلم ليفاندوفسكي، بيلعبوا على تحقيقه، لكن التيم ورك بتاعهم مشاكل دفاعيه غير عاديه، تحركات بطيئه جدا، حلمهم كله مرتبط بليفاندوفسكي. السعوديه رايحه باحلامها. ترتيب الماتشات معلش عايز اقول لحضرتك حالا. المجموعه الثالثه الارجنتين هتبتدي مع السعوديه، اوكي، وبعد كده المكسيك وبولندا. المكسيك هتبتدي بولندا. ترتيب الماتشات مضر للسعوديه. مضر للسعوديه جدا ترتيب الماتشات، وهيدي الحظوظ اكتر لبولندا او المكسيك. الارجنتين احفاد مارادونا، وقبليهم ماريو كامبس، كان في لعيب اسمه ماريو كامبس. شفت شويه لقطات بسيطه على اليوتيوب، حصان بس شكله مبهر. حصان ستايل بليفت فوت، رجل شمال بستايل، وكسبوا هولندا في 78 في بيونس ايرس، وعملوا ماتش رائع. وبعدين مارادونا اللي رقص كل فرقه انجلترا، رقصنا. والجميل بقى، وده بقوله لك، ان في الماتش ده سالوه على لمسه الايد بتاعته. فقال لهم، قالوا دي لمسه ايد عادله من ربنا مش مني، انتوا ما شفتوهاش. ايوه. عشان تعوضنا على فوكلاند، الحرب اللي كانت دايره بين الانجليز وفوكلاند. فبص الجمال والربط، عشان كده وكان معشوق الجماهير في الارجنتين، خياله غير عادي. وبعد كده رقص فرقه الانجلترا. هو ما حدش جرؤ بعد المباراه ان يروح لمارادونا. ما هم كانوا بيلعبوا بعض متنافسين اعداء في الملعب، لان بينهم حرب. طب. لدرجه لو تشوف نظراتهم لبعض، وانا بحب الديتيلز طبعا، فكانوا بيبصوا لبعض. جاري لينكر بيبص ازاي الماتش خلص 2-1، وبيبصوا ازاي لبعض، والنظرات اللي فيها شيء من الاشمئزاز ان انا بلعبه وهلعب ضد ده، ومارادونا بالغضب بتاعه، وبعدين يلمس لمسه ايد يقول دي مش بتاعتي، دي العدل بتاع ربنا عشان يرد لي حقنا عشان حرب فوكلاند. وبعد كده يجيب جون يرقص كل الفرقه، بس وهو بيرقص الفرقه واحد من اللي ترقصوا راح له بعد الماتش، سيفوج ده راح له بعد الماتش قال له عايز تيشيرتك، وكانت جراءه ان حد يطلب تيشيرت حد في المباراه. راح خد منه التيشيرت. التيشيرت دي اتباعت السنه اللي فاتت ب 9 مليون دولار و2 من عشرة.
بعد ما راحت متحف هناك في انجلترا، وبعد كده نزلت مزاد علني جابت الرقم الخيالي، اغلى تي شيرت اتعملت في العالم. هم كانوا بيغيروا تيشيرتين بين الشوطين، الشوط الاول مارادونا ما جابش جوال، التيشيرت بتاعت الشوط الثاني الجولين هي اللي اتباعت وجابت رقم فلكي خيالي. ارجنتين سعوديه، حبايب السعوديين انا بحبهم طبعا، ولينا وعندهم العويران بقى والجابر وعندهم سهل. لا لا عندهم الله. عندهم وماجد طبعا ده اسطورتهم، ده صنع الشعبيه بتاعت الكره. ماجد عبد الله ده واحد من صناع جمال كره القدم في السعوديه، وكان معشوق جماهير، وكل دول احفاده واجياله اللي بيلعبوا. السعوديه عندها امل. هل السعوديه لو تعادلت مع الارجنتين طلعت مع الارجنتين؟ اوكي. لو السعوديه اتغلبت خرجت من المجموعه دي للاسف الشديد فعلا، فانا اعتقد هتبقى الارجنتين والمكسيك. وانا لا اثق في المكسيك، ما اعرفش ليه، لكن هي فرصها هتبقى المكسيك وبولندا، اللي هيكسب منهم هيطلع مع الارجنتين. وانا اعتقد لو اتعادلوا برضه هتظل فرص المكسيك هي الاعلى في المجموعه دي، وانا لا استبعد اي مفاجات، وانا متخيل ان الارجنتين والسعوديه ممكن يعملوا مفاجاه في المجموعه دي، والارجنتين تطلع والسعوديه تطلع تاني في المجموعه دي. والله فانا هقول الارجنتين والسعوديه، يلا بينا عكس الناس كلها. اول مفاجاه انا اعتقد اصل كاس العالم من غير مفاجات مش عايز اتفرج عليه. ايوه صح، متفق جدا مع حضرتك. بعد كده عندنا فرنسا، استراليا، الدنمارك وتونس. الفرنسا وحش من وحوش المربع الذهبي لكاس العالم بكل تاكيد، وناس لما تتفرج على السكك للاسف ان الارجنتين والبرازيل ممكن يصطدموا في السيمي فاينل غالبا، لكن فرنسا هتروح الناحيه الثانيه وهتعيش حياه سعيده. طبعا وقع في مجموعه يعني سينما بالنسبه لها، هيجيبوا يقزقزوا لب عليهم المفروض، لكن فرنسا مكتملين، يعني فرقه شبه مكتمله تماما، بالطموح بالرغبه بالعزيمه بالاداء باللعيبه. فرنسا تيم تقيل قوي مفزع، لكن في فرقه مستخبيه في وسط الثلاثه التانيين. دنمارك استراليا فرقه رغم ان هي لا تمتلك اي جماليات كره القدم، واحيانا بنحس ان هم لعيبه على ستايل الكانجرو بيتنططوا، ما بيلعبوش كوره، بينطوا وبيعملوا توازن بس، لكن عندهم عنف مخلوط بالرجبي بتاعهم اللي هم بيحبوه بالكوره. فرقه تقيله عنيفه. ده متفق مع حضرتك، هم لعبوا اغلب متوقع ان بره. كل الناس متخيله ان ترتيب الماتشات هقول لحضرتك حالا. احنا عندنا الدنمارك هتبتدي بتونس واستراليا مع فرنسا. استراليا مع فرنسا هيسببوا لهم مشاكل، والمجموعه دي فرنسا واستراليا. اوبا، عكس برضو الناس كلها. ماشي، استراليا لعبت اغلب ماتشات التصفيات بره استراليا بسبب كورونا، فده بشكل او باخر ساعدهم على ان هم يكونوا شخصيه اقوى كمان بكتير. هم تركيبتهم قويه، دي بلاد دخلوا قارات وكونوا شخصيه وحضارات وعندهم عنف كامل، وعدم رغبتهم ان هم ما يلعبوش غير في قاره اسيا عشان يكتسبوا مزيد من الثقه. قوة. تحدي برضو مهم. بص الثقه، بلعب بوصل كوز كاس عالم كل مره، وبلعب مع كونكا كاف، وبلعب مع فلا مش عارف انا إيه. عايز يا جماعه ده بص، لا انا عايز اخش احتك جد تحدي غريب ان حد يقول انا عايز العب ماتشات اتغلب فيها، بس انا عايز اوصل يوم ما اوصل. فانا انا متخيل ان هم ممكن يعملوا مشكله الماتش فرنسا، حتى لو اتغلبوا فيه هيخرجوا بمعنويات كويسه، مش هيتغلبوا، مش هيبقى هزيمه سهله، وهيقدروا يتعاملوا كويس مع الدنمارك وتونس. ماشي الكلام. المجموعه الخامسه المفترض ان هي تبقى سهله في الـ في الـ في اختيار مين اول او اختيار اللي هيتاهلوا يا راجل. بس مين اول وتاني ده السؤال بقى يا راجل. اديني ترتيب الماتشات. اسبانيا، كوستاريكا، المانيا، واليابان. وترتيب الماتشات، اسبانيا هتفتح بكوستاريكا، المانيا تفتح باليابان. طبعا يعني بكل المنطق باي عقل هي المانيا واسبانيا مفروض، رغم ان الاثنين عندهم شيخوخه في اماكن كتير. مظبوط، معجزين قوي، لكن لا اسبانيا عندهم شباب كتير، والالمان والالمان عندهم بتحاول تعيد بناء الفريق، والالمان عندهم يعني تحولات بتتم في الفرق، لكن لا منطقيتها طبعا المانيا واسبانيا. نختارها اول وتاني بقى. هانز فليك لسه بيبتدي مشواره مع المانيا، مش فارق معايا انا اسبانيا معاهم لويس انريكي بقى. لا المانيا بخبرات الماكينات والفكر والرغبه وبتاع هيتعبوا قوي الاسبان، هيقدروا يكسبهم. المانيا هتخش اول واسبانيا تاني. هو هانز فليك عموما مدرب مرعب، وكان بيدرب بايرن ميونخ، كسبان دوري ابطال اوروبا قوي. بعيدا عن ده، ما هو انت بتتكلم الكواليتي اللي انت بتتعامل بيه، وفي نفس ودرجات التنفيذ بتاعته عامله ازاي. هو عنده مجموعه تقيله قوي في الاماكن المنتجه، اصل في اللعيبه، اصل في الملعب
مش كل اللعيبه زي بعض. في لعيبه بتنتج لك، بتجيب لك اهداف، هي اللي بتاثر لك في الاسيست، هي اللي بتعمل لك نتيجه المباراه، وفي لعيبه عساكر، وفي لعيبه ما هي شطرنج طبعا. ما هو لما قلنا عليها ده ملعب فيه اجزاء كتير، مدربين بيحولوا له شطرنج، في لعيبه عساكر وفي لعيبه على درجة وزير، وفي لعيبة على درجة طابية، وفي لعيبة درجة فيل. أداء الأجنحة بتتحرك إزاي والتحركات إزاي، وده عظمة استغلال اللعيبة، يعني إزاي بتطلع من اللعيبة اللي أنت عايزه. فهو ده الفن. مجموعة تبدو سهلة جدا، وأعتقد سهوليتها إن الفروقات كبيرة قوي ما بين الفرق. بصراحة ماشي، بلجيكا، كندا، المغرب، وكرواتيا. احنا مجموعة دمها تقيل، كانوا في السيمي فاينلز لكاس العالم اللي فات. انا طبعا ده عملوا احلى عروض كاس عالم في العالم، والناس كلها تفاعلت وتعاطفت مع كرواتيا وقصصهم وحقائقهم ولعبتهم والسبيريت اللي كانت عندهم، ورئيس الوزراء بتاعتهم اللي راحت قعدت كل الماتشات تشجع في طبعاً. الملعب، وكانت لابسه تيشيرت، وكان حاجه روعه. كندا اعتقد صيت سهل هيكون للجميع. تعرف ان مدرب كندا ده كان مدرب السيدات؟ اه طبعا، وقبل كده كان مدرب بس هو راجل مشهور ليه ان هو راجل من العباقرة، اه مدير رياضي كمان للاتحاد الكندي. خلينا نتكلم ان كرواتيا وبلجيكا، لكن المغرب شوكة طبعا، عندهم جيل كويس قوي من المحترفين. خلينا نتكلم، المغرب في لعيبه في الملعب كتير اكتسبوا ثقه التعامل في المباريات الثقيله، وثقه التعامل في الماتشات اللي ليها معنى. بلجيكا اعتقد من الفرق كمان اللي عندها لعيبه امتى هيعملوا بطوله، ما هم عجزوا، جات لهم فرص كتيره وهم في عز عطائهم وما قدروش يستغلوها. لكن المجموعه دي طبعا كرواتيا وبلجيكا والمغرب ممكن تعمل مفاجاه في المجموعه دي، لكن ترتيب الماتشات بلجيكا كندا ايوه، والمغرب هتبتدي مع كرواتيا. الترتيب مش في صالح المغرب للاسف. كرواتيا تعرف لو المغرب مع كندا في الاول ادي تشانس عالي جدا. ترتيب الماتشات، وعفوا اكيد كل الزملاء بيفهموا ترتيب الماتشات هو المؤثر الاول في ترتيب المجموعه. فانا اعتقد ان بلجيكا وكرواتيا هيكون لهم دور، لو بتكلم على اول وتاني حد الاول لكرواتيا، لو عرفت تعدي المغرب كرواتيا هتعدي، كرواتيا تاخد اول على بلجيكا عكس ما الناس كلها قايله بلجيكا. متفق مع حضرتك جدا، كرواتيا اول بلجيكا تاني. البرازيل، صربيا، سويسرا، والكاميرون. برازيل، انا البرازيل، انا اللي برقص الكره كله وبلعب وبخلي الناس تحبني والعالم كله يحط اعلامه، وفي مصر هتلاقي اعلام برازيل في الشوارع، والمصريين كتير برازيليين. انا ارجنتيني احنا هنجيلها دي. ماشي الكلام. لكن البرازيل الحاله ما سابتش كاس عالم الا ما حطتش التاتش بتاعها، دايما عندهم الصحراء بتاعهم، حاجه غريبه يا اخي. بلد يعني خصبه جدا في صناعه لعبه الكوره وتصديرهم للعالم كله، قايمه شابه، قايمه جباره شباب يعني. ده حتى كمان فيرمينيو يا حبيبي البائس قاعد حزين بتيشيرتاته في ليفربول ما لقاش مكان ليه في القايمه، وهو لعيب مؤثر عنده خياله. لكن هتروح فين الوحوش كلهم؟ هم جاهزين بكل العباقره بتاعهم، عندهم صحراء كتير، قابلين للهزيمه، حاجه صعبه، فرقه غير قابله للهزيمه بالمره. خط ظهرهم كبير شويه في السن، تياجو سيلفا لو اتعرض لاصابه بيأثر شويه، كازميرو لو اتعرض لاصابه يأثر شويه، انما لو ما تعرضوش لاصابه عز خبراتهم، يعز خبراتهم خياليه. متفق جدا مع بيعرفوا يعملوا بيعرفوا يعملوا 90 دقيقه، ما هو مش اي لعيب بيعرف يلعب 90 دقيقه. صح، انت فاهم حراس المرمى تطوروا في البرازيل. البرازيل كان طول عمرهم راس الحربة وحارس المرمى مقالبهم، مظبوط، من السبعينات راس الحربة وهي مأساة، لكن دلوقتي بقى عندهم ثلاث حراس مرمى وحوش. الجول كبير الاساسي بتاع ليفربول ومانشستر سيتي، ومانشستر سيتي يعني الاثنين كمان انا ما اعرفش هيلاعب مين، يعني عمليه صعبه جدا بصراحه. منتخب البرازيل ضمن المجموعه دي. ماشي. هل الكاميرون شوكه؟ هل الكاميرون تلاقي طريق؟ على قد ما هم اقوياء جدا الترتيب الماتشات برضه معلش. طبعا البرازيل هتبتدي بصربيا وبعدين سويسرا وبعدين الكاميرون، فالكاميرون متاخر لها ماتش البرازيل للاخر. الكاميرون هتلعب بسويسرا، فريق منظم جدا مع مدير فني مورات ياكين. صربيا جيل ذهبي عندهم فلاهوفيتش وعندهم لو الكاميرون كسبت سويسرا الكاميرون راحت مع البرازيل. ماشي، رغم ان صربيا منتخب قوي جدا، لحسن الناس متخيله ان صربيا دي لا لا جيل هايل ده، لا دي شوكه كبيره، بس اللي هيكسب من سويسرا والكاميرون هيعرف يروح، لان البرازيل هتكسب صربيا. ماشي، ولو جابوا جون في الشوط الاول هيعيشوا مأساة. حاسسها سويسرا يعني، او ما حاسسهاش كاميرون، برغم ان صامويل ايتو عامل حاله وعمال يقول هيلعبوا النهائي،
لا سيبك بس مع روبن سونج مش شايف لهم أمر قوي. الكلام ده كلام إعلامي يعني. يعني السنغال وغانا متهيألي أقرب من كاميرون يعني. السنغال لا السنغال مختلفة. حتى غانا مش قوي رغم ان عندها لعيبه كتير بقى صح. عائله ايو كلها موجوده لكن مش مؤسس. السنغال هي الاقوى في الفرق الافريقيه. مظبوط. لكن خلينا نقول ان ماتش سويسرا والكاميرون هيعمل حاله جامده قوي. اعتقد البرازيل يا البرازيل والكاميرون. لا انا ضد سويسرا ما اعرفش ليه. ماشي. انا يا البرازيل والكاميرون يا البرازيل وصربيا. ماشي الكلام. البرازيل انا اتخيل صربيا اول ماتش البرازيل بعدين الكاميرون. فيعني لو كده هي هو الماتش الثاني ده اللي هيفرق. هو الماتش الثاني ده اللي هيطلع مين يا اخي. مش قادر اقول البرازيل والكاميرون رغم ان هي هتكون البرازيل والكاميرون. لا هديها البرازيل وصربيا. ماشي الكلام. برازيل وصربيا. بعد كده عندنا البرتغال غانا اوروجواي وكوريا. البرتغال كريستيانو مختلفة السنة دي عن برتغال كريستيانو الكاس العالم اللي فات ولا قبل. اعتقد رغم ان الناس بتتخيل ورابطين ان البرتغال كلها بكريستيانو. البرتغال يا جماعة حالة تانية غير حالة. كريستيانو. مزبوط. اللعيبة كلها مكتملة وعندهم لعيبة كتير طلعوا للبيك بتاعهم ووصلوا المراحل يقدروا يأدوا كاس عالم رائع. البرتغال فرقة غير عادية. والمجموعة دي البرتغال رغم ان هي هتقابل غانا في اول ماتش لكن انا حدي بقى البرتغال وغانا. ماشي الكلام. حلو الكلام قوي. انا عارف ان اوروجواي فرصها اعلى. كوريا ان اوروجواي وكوريا هيلعبوا بعض صح؟ صح. عندنا الاول البرتغال وغانا. ايوه كوريا اوروجواي صح كده. وكوريا اوروجواي سون وفالفيردي. ماشي. يبقى البرتغال وغانا وتؤادوا ضمن برضو لعيبه شباب كويسه قوي اصولها غانيه. اوروجواي برضو لازم افكر فيها. ماشي. ان انت طبعا الاسئله بتاعتك كلها الواحد مش محضر لها يعني. اوروجواي برضو فرصها عاليه قوي. فالفيردي يعني. وداروين نونيز وإديسون كافاني واراوخو الثقه. لا حدي اوروجواي صح. اوروجواي هشيل الكاميرا خلاص. يبقى هنحط كاميرون بدل المنتخب هنحط اسف اوروجواي بدل المنتخب الغاني. حلو الكلام. عندنا هولندا وامريكا في دور ال 16. تالي دي سهله لهولندا لسه يعني طريق هولندا هنا. اوكي اهو هولندا والولايات المتحده الامريكيه. ها متهيألي لسه سهله لهولندا. هولندا والولايات طبعا لسه سهله. مش سهل الماتش. مش سهل بس يعني قصدي هولندا تقدر طبعا عليه. النسبه 7-3. الارجنتين واستراليا متهيألي برضو الارجنتين تقدر عليه 7-3. المانيا وبلجيكا ده ماتش صعب قوي 5-5. الشوط الاول 30 دقيقه الاولى الماتش اعتقد هيبقى يوم الم كبير قوي في اللي بيحبوا الكوره. الفرقتين اقوى جدا وصعب قوي. اقوى فرقه بدنيه واكتر فرقه بتلعب كوره. دي بروينا بقى ولوكاكو يعني انا اعتقد هيبقى ماتش صعب. بس انا اعتقد ان التاريخ قد ينصف المانيا لان عندهم ذكائهم وعندهم حضورهم في الماتشات الثقيله وقوة والضغط بتاعهم مزعج لمنتخب كبير في السن البلجيكي. متفق جدا مع حضرتك. ماشي. البرازيل واورجواي. تقل البرازيل مكمله طريقها معانا شويه. البرازيل مكمله طريقها طبعا. ماشي. انجلترا والسنغال. تقل السنغال عملت اللي عليها كده. انجلترا ما تضمنهاش. الانجليز دول انا على فكره هنزود الجرعه لحد ما في الاخر نسحبهم من السنغال. انا اتربيت في بيتي. والدي حضر كاس العالم 66 في انجلترا. المره الوحيده اللي انجلترا كسبت فيها. وبابا اتفرج وكان البيت كله عندي طبعا رجع بالمحفظات بتاعه مجلات وجرايد وبوبي تشارلتون وبوبي مور الفرقه كلها متفرج عليهم يعني. انا نسيت للاسف كنت عايز اجيب لك مجله منهم فانا هبعت لك مجله أكيد. تبقى تحطها هنا. هيبقى ذكرى عظيمه. لان 66 دي حاجه يعني فرعونيه طبعا. يعني حاجه من زمان. ف انجلترا طول عمرها ملهاش. لكن طبعا انجلترا خلاص. ماشي. انجلترا فرنسا والسعوديه. متهيألي السعوديه يبقى عملت اللي عليها قوي لما توصل للمرحله دي. فرنسا متوحشين. كرواتيا واسبانيا. كرواتيا واسبانيا لوكا مودريتش جافيو بيدر. لا 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 انا مش بعيدا عن ده. انت بتتكلم على 11 لعيب طبعا ومش هتربط فرقه. اعتقد اسبانيا وقت انها تكسب كرواتيا. مش الكلام. الشباب اسبانيا ينتصر. بعد كده عندنا برتغال وصربيا. برتغال يكسب. ماشي. عملنا بقى ماتشات قويه جدا. ليه؟ لان احنا اولا عملنا المانيا والبرازيل اللي هي 7-1. فهل ينتقم المنتخب البرازيلي المره دي؟ وقته جه.
وقت المنتخب البرازيلي والمانيا مش في احسن حالتها، فلو ما استغلش اللحظه دي ماتش مرعب لينا، متعه غير يعني طبيعيه. انا كويس ان انا وصلت المجموعه، ان انا وصلت، هو كل وصل لكده تلاقيه غالبا يعني الماتش ده اتكرر فعلا كتير. الماتش ده اتكرر كتير. انا بحب دايما ادور على حاجه عكسيه، بس يعني خلي بالك هو ممكن يطلع بلجيكا اساسا والبرازيل، لكن خلينا نقول ما احنا ماشيين كده. لا هي البرازيل هتعرف تكسب، ماشي الكلام، بس مش سكور. لا 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 مش سكور خالص، ووارد قوي ان المانيا كمان يعني هولندا. انا ممكن اقول انا فعلا اخترت غلط. هولندا والارجنتين، بشجع الارجنتين فهقول ارجنتين. ماشي الكلام، ده انا كمان بيخش هنا. لا ده انا مدخل الارجنتين كاس النهائي. اوبا ماشي الكلام، معدي البرازيل على نيمار على الارجنتين على بريس كله معديهم. ستخضع كره القدم لليونيل ميسي. انا مساوي جدا يعني. ماشي الكلام، انجلترا وفرنسا بتقالي هنا انجلترا بقى تبتدي تخوننا. باي باي انجلترا. ماشي الكلام، وباي باي وباي باي. واسبانيا وبرتغال، كريستيانو هنا هينهي رحلته متهيألي. لا هيكمل. لا هم خلي بالك عملوا انجلترا وفرنسا. انجلترا لا فرنسا بعدين. فرنسا فرنسا انجلترا. فرنسا هاي الفرنسا. اسبانيا والبرتغال، اسبانيا والبرتغال مين قال؟ هقول اسبانيا. ماشي يبقى اسبانيا كله. وفرنسا يا جماعه غيروها. فرنسا ايوه غيروها اهو. واسبانيا واسبانيا فاينل فرنسا ارجنتين. اوبا فاينل حلو ده. امبابي وبنزيما وميسي والرجاله لو تروا مارتينيز. زعلت 70% من الشعب المصري انا دلوقتي. لا بس عشان البرازيل مش في الفاينل، بس ناس كتير بتحب يا ميسي. بابا ده انا ناس بتتفرج معايا اصحابي بيشجعوا البرازيل، لما اجي اقول حاجه يعني داخله بنفس طريقه الزمالك والاهلي. انا فاهم قصدي حضرتك. برازيل ده برازيل غلب، ده احنا هنوصل هناخد كاس العالم. اصحابي طبعا تخضع كره القدم لليونيل ميسي. نفسي عشان تبقى قفل اللعبه بقى، نفسي حفيد مارادونا يعيش لحظة مارادونا. أصل خلي بالك كاس العالم ده مارادونا، ميسي لو وصل هنا أولا ضرب إنجاز عدد المباريات، أعتقد مارادونا 21 مباراة، ميسي 19 مباراة قبل كاس العالم، فلو وصل هنا لعب له 6 مباريات يعني عدى الرقم، عدى الرقم وبقى عامل رقم ما فيش حد قدر يوصل له. يعني أعتقد هدافين كاس العالم كلوزر، ميروسلاف كلوزر لسه هو هداف كاس العالم. فأعتقد كاس العالم السنة دي مليان تحديات وفجات، بس فرنسا والأرجنتين ماتش عظيم لو حصل، او فرنسا والبرازيل ما يزعلش اصحابي. بس هنا هنحط القلب متهيألي في الموضوع، لان كده كده ككوره مش موضوع قلب، هو موضوع الطريق ده. ميسي لو عيني فيه ارجنتين كسبت. ماشي الكلام، لو ميسي عيني فيه يعني ايه عيني فيه؟ انا متفق جدا. لعب وفاز وكسب وادى وجاب له 3 4 تجوان وكان ليه تاثير عنيف، صدقني الارجنتين هتروح كسبانه، رغم ان الملعب مليان الناحيه الثانيه بابي وبنزيما وترسل ولاد الذين. فرنسا هيكسبوا ولا ايه؟ عندهم ترسانة بس الناحية التانية بصراحة هي لو ميسي في فورمة ميسي. ما أنا بقول لك ترتيب المباريات، خلي بالك لعيب الكرة ده بيبتدي ويعلى. أيوه والعلو بتاعه ده بيجي من درجات إنتاجه، فأنت ميسي شايفه هيعمل إيه، هو نفسه قاعد مستني يعمل إيه، ده الجمهور بتاعه قال لك اللي هيهاوب ناحية ميسي يعوره أو أيوة. يعتبروه عدو. مظبوط يعني يعني مشروع عدو، فأنت بتتكلم قد إيه الموضوع مثير. فأنا أنا أتمنى الارجنتين. الارجنتين رغم ان الارجنتين هيكسب كاس العالم. ماشي الكلام، فرنسا مش قادر. كابتن ايمن انت شرفتني ونورتني. اشكرك، اسعدتني جدا 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 بحلقه استثنائيه ليا. انا مبسوط ان انا معاك. انا مبسوط واحد جدا من شبابنا الجمال اللي عنده حضور جميل وعنده ثقافه كرويه وعنده قاموس لغوي كمان جميل. ربنا يخلي حضرتك. انا بحب قوي الناس اللي عندهم قاموس في لغتهم، في الاكسنت بتاعتهم، في بتاع. فانت بصراحه جميل. انا استمتعت جدا بحلقتي مع حضرتك. اذا الارجنتين هي بطله العالم في توقعات. ايوه بالظبط، اي لاف يو ارجنتين. في توقعات وامنيات كابتن. مش عايز اقول دونت كراي فور مي ارجنتينا. لا لا هي مش عايزين نعيط. لو اتغلبوا يعني. عايز بشكرك قوي. شكرا ليك. هنتابع طبعا كاس العالم في قطر، وهنتابعها دائما وابدا على اون تايم سبورتس. We'll be right back.